الإنسان العادي بيحتاج في المتوسط ل 1000 مللي جرام من الكالسيوم في اليوم، وده موجود في المتوسط في لتر لبن كامل الدسم. طيب نوضح الكلام ده بشيء من التفصيل والتبسيط. الاحتياجات اليومية من الكالسيوم أيا كان مصدر الكالسيوم، سواء كان من الغذاء كمصدر طبيعي أو من حبوب الكالسيوم اللي بتكون في شكل حبوب مكملات غذائية، يعني تحت 50 سنة بنحتاج ل 1000 مللي جرام من الكالسيوم في اليوم في المتوسط. 50 سنة أو أكتر، أو الحالات الخاصة زي حالات الحمل أو الكسور مثلا، بنحتاج على الأقل ل 1200 مللي جرام من الكالسيوم في اليوم. ولكن وفي كل الأحوال المفروض ما يزيدش جرعة الكالسيوم اليومية عن 2000 مللي جرام في اليوم. وبرضه وللعلم فكرة إنه يحصل مشاكل لو زادت الجرعة اليومية عن 2000 مللي جرام كالسيوم، لو أنا واخده من الأكل غالبا مش هيكون في مشكلة كبيرة، إنما المشاكل بتحصل لو الجرعة الزيادة دي جت من المكملات الغذائية زي الأدوية بتاعة الكالسيوم. طيب الكالسيوم اللي أنت أخدته ده جسمك بيستفيد منه قد إيه؟ لو أنت شربت فعلا لتر لبن في اليوم، اللي هم زي ما قلنا حوالي 1000 مللي جرام من الكالسيوم، يعني اللي بيمتص منهم فعليا 350 مللي جرام، الباقي بينزل بيفقد من الجسم وبيرجع تاني. ال 350 مللي جرام دول تفقد منهم 250 مللي جرام مع الجزء اللي بيفقده الجسم من بطانه الجهاز الهضمي وافرازاته في البراز. معنى الكلام ده ان حقيقه الامر ان الجسم بيستفيد من 100 مللي جرام بس من لتر اللبن اللي انت خدته، وبرضه ممكن ينزل جزء منه في البول لو الجسم مش محتاجه. كل ده بيحصل علشان الجسم يحافظ على نسبة الكالسيوم ثابتة في الجسم في الدم يعني، وما تزيدش عن المعدل الطبيعي ليها، وما تعملش مشاكل زي اللي اتكلمنا عليهم من شوية. انما طبعا لو في وقت الجسم بيكون محتاج فيه للكالسيوم، زي حالات نقص الكالسيوم في الدم لأي سبب أو لوجود كسر مثلا، كمية الفقد دي بتقل، وبيحاول الجسم الفقد اللي هو الفقد الطبيعي لكل الكالسيوم ده، الكميه دي بتقل وبيحاول الجسم انه يحافظ على الكميه الممتصه دي. وكمان الاطباء بيدوا للعيان كالسيوم في شكل علاج، اللي هي المكملات الغذائيه واللي هنتكلم عليها بعد كده. كل ده علشان الجسم يستغل الكالسيوم في تعويض النقص اللي عنده ويستفيد بيه. طيب ايه هي الحاجات اللي بتزود امتصاص الكالسيوم خصوصا لما ناخده كعلاج؟ الاجابه على كده في كلمه حمضي. فاكرين احنا قلنا من قبل كده ان الكالسيوم بيمتص في وسط حمضي، تمام؟ يعني لما تيجي تاخد منتج البان خليك في الزبادي مثلا لانه حمضي، وكتر من الاكلات والمشروبات الحمضيه زي البرتقال والليمون وهكذا. طيب ايه الحاجات بقى العكس، ايه الحاجات اللي بتقلل امتصاص الكالسيوم؟ اشهر الحاجات اللي بتقلل امتصاص الكالسيوم دي هي الاملاح غير الذائبه، واللي اتكلمنا عليها قبل كده لما كنا بنتكلم عن الكالسيوم الغير نشط، اللي هي املاح الفوسفات والاوكسالات، واللي بترتبط بالكالسيوم وتحوله لمركب غير ذائب وغير ممتص، وبالتالي بتقلل امتصاصه وبكده بتزود من فقده. علشان كده في اطباء بيطلبوا مثلا تحليل بول، خصوصا مع العيانين اللي عندهم نقص في الكالسيوم، علشان لو لقوا في البول املاح زياده من الفوسفات او الاوكسالات، سواء كانت الاملاح دي املاح بس او كانت مرتبطه بكالسيوم، يعني لا اما الاملاح الاوكسالات بس او اوكسالات الكالسيوم مثلا، يبتدوا يدوا للعيان علاج ليهم علشان يقللوا النسبه بتاعتهم اللي هي الاملاح دي شويه، وبالتالي يزودوا من امتصاص الكالسيوم. وبالمناسبه وبما اننا بنتكلم عن الحاجات اللي بتاثر على امتصاص الكالسيوم، وعلشان الجماعه اللي عندهم انيميا ونقص كالسيوم في نفس الوقت، كان في كلام قبل كده ان اللي بياخد حديد علشان يعالج الانيميا كان بيتقال انه يفضل عدم تناول الكالسيوم والحديد مع بعض. ليه؟ لان الحديد هو كمان بيمتص في منطقه الاثني عشر اللي هي الجو الحمضي برضه، علشان كده زي ما قلنا هو بيحتاج لوسط حمضي علشان يدوبه ويساعد في امتصاصه. بس في كلام جديد دلوقتي بيقول ان الكلام ده مش صح بدرجه كبيره، وان التاثير ده فعليا بيكون ضعيف جدا، وممكن الحديد يتاخد مع الكالسيوم في نفس الوقت عادي ومفيش مشاكل، ومش هيتاثر امتصاصهم بشكل كبير مع بعض. انما وعلى العكس الناس اللي عندها نقص في افراز الغده الدرقيه او شايلاها او اي حاجه، المهم انها بتاخد التروكسين عشان يعالجوه، فدول مش المفروض ان هم ياخدوا كالسيوم مع علاج نقص الغده، علشان ده هيقلل من امتصاص المركبين مع بعض، والكلام ده لحد الان اعتقد ان هو سائل. في نقطه مهمه حابب بس اوضحها وممكن نرجع لها بعد كده، وهو احنا هنا بنتكلم عن الكالسيوم، وبعد كده هنتكلم باذن الله عن عناصر ثانيه مهمه زي فيتامين د وغيرها. النقطه دي اللي انا عايز اوضحها هي ان احنا مش بنفصل في شرح العناصر دي على موضوع هشاشه العظام بس، لان مش هي بس اللي بنستخدمها في علاج الهشاشه وضعف العظام، ولازم يتوفر عوامل تانية زي الحركه والرياضه مثلا وغيرها من البروتينات والحاجات اللي اتكلمنا عليها في الجزء الاول من السلسله دي، وزي ما هنوضح بالتفصيل لما نتكلم عليها في حلقه الهشاشه في اخر السلسله بتاع الحلقات دي. احنا بنفصل هنا في المواضيع دي بالسرد والتوضيح، لان دي مركبات مهمه واساسيه لازم تكون موجوده ومظبوطه من يوم ما اتولدنا وطول ما احنا عايشين، وفي كل الفئات العمريه اللي بنعدي عليها، علشان بنى وكثافه العظم وصحه العظم وغير العظم كمان، يعني العظم وغيره من كل انسجه الجسم بشكل عام. ونعرف اهميه الوقايه من اثار نقصها، سواء كان فيها هشاشه او كسور او غيرها، او حتى لو ما فيش اي حاجه. والشرح ده فيه تحقيق لمبدا الوقايه خير من العلاج، وبيحقق كمان فلسفه القناه من الاساس، وهي الرعايه المسؤوله التفاعليه والتشاركيه.